أين إيران؟ أين إيران؟ بعدين إيران باعت حزب الله، إيران باعت السيد حسن نصر الله. لاحظتم أنتم خلال تلك الفترة الماضية الذين كانوا يقولون أين إيران وأين إيران باعت أو تخلت عن حزب الله، هم فقط بسم الله بسم أولئك الله الذين يعملون بسم الله للوحدة بسم الله 8200 التي استهدفها حزب الله في عملية يوم الأربعين. لأنك تلاحظ خلال تلك الفترة الماضية كلها منذ يوم عملية الطوفان، طوفان الأقصى، فقط هؤلاء الذين يشككون، دول عربية، منظومة إعلامية كبيرة، وسائل التواصل الاجتماعي، فيها أشخاص يتعاونون بشكل مباشر مع الوحدة 8200. هذه الوحدة 8200 تابعة للاستخبارات العسكرية بين مزدوجين الإسرائيلية أمان، وقد نقل حركة المقاومة الفلسطينية كل قاعدة البيانات الخاصة بها عندما نفذت عملية طوفان الأقصى في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر، نقلتها إلى خارج البلاد، وتم الكشف عن مخططات هؤلاء وأسمائهم وين يشتغلون، في قنوات فضائية ومؤسسات كبيرة بالعربي بالفارسي طبعا، لأنه إيران مستهدفة أيضا من خلال بعض القنوات الناطقة بالفارسي، وشخصيات يجري من اللي تسويقها استطاع أن تتحدث يكشف عن هذه إيران وعن المعلومات محور أستاذ نجاح؟ المقاومة بشيء من التفصيل والتشكيك وحتى التشويه وحتى الإساءة واستخدام كلمات بذيئة، تسقيط هيبة المقاومين، هذا كله طبعا واحدة من أهدافهم التركيز من اللي على استطاع أن الموضوع يكشف هذه الطائفي الذي المعلومات فشل. والملفات؟ مو أنا اللي أقول فشل فشلا ذريعا، أنت روح شوف الآن حركة تشيع حقيقية أصبحت، لكن هذه ردة فعل على ما يقومون به، لأن وجدوا أن الشيعة وتحديدا الشيعة الذين يؤمنون بالنهج المقاوم هم الذين انبروا ولوحدهم للدفاع طبعا مع القلة القليلة من الفلسطينيين الذين هم الآن يعانون، وطبعا أنصار الله وبقية فصائل المقاومين داخل اليمن، لأن اليمن ليسوا فقط الحوثيين وليسوا فقط أنصار الله الموجودين في جبهة المقاومة، وهذا يعني أنهم فشلوا. وهذه الوحدة 8200 التي استهدفها حزب الله، استهدف القاعدة المقر الرئيسي، واستهدفتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر، هذه وطبعا إلى جانب عدد آخر من الوحدات 913، 504 وغيرها 9900، كلها أجهزة استخبارات وظيفتها التشكيك في محور المقاومة وبث الخلافات، ومنها بالتأكيد الموضوع الطائفي.